عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرعنا. ودي أزمة مستمرة من زمان، لكن اليومين دول بقى شكلها وحش قوي، انك تلاقي الناس ما بتساعدش بعضها، ان الناس ما تعذرش بعضها. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، مكارم الاخلاق. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: انا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اخلاق، اخلاق الحقيقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المعاني دي فين النهارده في حياه المسلمين؟ الا من رحم الله، نادر. النهارده لما نيجي نسال عن الصدق، الامانه، الاخلاص، الوفاء، الكرم، رعاية الحقوق، رد السيئة بالحسنة، حفظ العهد، المعاني دي راحت فين من حياة المسلمين؟ ما تزعلوش مني، كلنا بنشتكي، فمن المشكو منه؟ صح؟ سبحان الله العظيم. فاكرين قصة العباية؟ الشيخ قلع العباية وقعد بيدي الدرس والناس اتأثروا وبكوا كلهم، وفوجئ العباية سرقت. فقال لهم: كلكم تبكون، فأين العباية؟ الكل بيسيق. يعني أنا لما بقول لك النهاردة الصدق راح، تقول لي: والله صدقت. يعني ايه؟ وده يقول: والله معاك حق، فعلا حقيقة. فين الصدق النهار؟ قال: لا، امال مين الكذاب بقى؟ قولوا لي مين الكذاب. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم انا نسألك الستر والعافية. اللهم الطف بأمة حبيبك محمد، مكن لدينك في الأرض، وأعد لهذه الأمة أخلاقها. صدق أحمد شوقي، صدق الشاعر وخلاص، حين قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقد ذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقه. إذا أردنا اليوم إن إحنا نعيد الأمة، وهذا هو المطلب، ناس النهاردة اللي بتلعب في التلاعب بمصير الأمة، إعادة الأمة منوط بإعادة أخلاقها. عشان نرجع أمة واحدة تانية، أخلاقك عايز أشوف فيك أنت الإخلاص. إيه النهاردة في أخ اتصل بي بيقول لي: هقفله. إيه يا عم في إيه؟ قال لي: هقفل المصنع ده. مش ممكن، مش ممكن لما يبقى عندي 300 عامل مش لاقي واحد مخلص، واحد من 300. ليه؟ لأنهم في هذه السنة أنشأوا في نفوس الناس، كل واحد يقول: أنا عايز حقي، ويدوس على أي مصلحة تانية إلا حقه هو. لما نبتت هذه النابتة، نابتة السوء، إن يبقى لينا إخلاص لوجه الله. أنا بخلص في عملي مش عشان صاحب العمل، مش عشان المكسب أو الرزق اللي بيأتيني منه، وإنما لله، لأن الله أمرني بذلك، أنني إذا توليت عملا أن أخلص فيه وأن أنصح فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فأن نصحك لأخيك كما قالوا: نصحت العسل، يعني صفيته، ان انا اصفي عملي وان انا اعمل صح. يا اخوة، احنا بحاجة حقيقية جادة لاعادة الامة، ان احنا محتاجين، وإلا هيكلونا، هنضيع، هنداس.
هيتسلب مننا بلدنا إذا لم نعد كأمة. أمة، أمة واحدة. هذه الأمة أصلها الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عنوانها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إخوتي، كنت بقول في خطبة الجمعة، ما السر؟ ما السر في إن الصحابة دول كان سيدنا أبو بكر كده، وسيدنا عثمان كده، وسيدنا علي كده، وأبو الدرداء، وأنس بن مالك، وطلحة بن عبيد الله؟ هات لي أي اسم من أسماء الصحابة أذكر لك موقف وأتحداك لو أنت مكانه تعمل إيه؟ ليه الصحابة دول كانوا كده وإحنا كده؟ ما السر؟ قلت لأن هؤلاء الصحابة كانوا كفارا، كانوا مشركين بيعبدوا الأصنام، ثم جاء الإسلام. قل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل لا يزهق إلا حين يأتي الحق. طول ما الباطل عامل دماغه كده ما حدش يقدر يعمل له حاجة، إلا إذا جاء الحق زهق الباطل. فلما جاء الحق زهق الباطل، أزهق الباطل في نفوسهم، زهق الباطل في نفوسهم، فاستشرفوا للحق وقاموا بحق. أما نحن فورثنا الإسلام وراثة. طلع في البطاقة الديانة مسلم، فاستشرف الناس إلى الباطل. هي دي المشكلة الكبيرة، إن الناس النهاردة اتفرجوا على تمثيليات ومسلسلات وأفلام وأغاني غربية، وشافوا الفجور، وشافوا الفسق، وشافوا الخروج من الدين والتعدي على الدين. استشرف الناس إلى الباطل فضاع الحق. الحل ألا ننظر إلى هذا الباطل، هو ده الحل الوحيد. إنك ما تشوفش باطل، وما تسمعش باطل، وما تقبلش باطل، وما تفكرش على في باطل، وما يعرضش عليك باطل، هو ده الحل. النهارده ابنك لابس ايه؟ تيشيرت مكتوب عليه بالانجليزي، ترنج مكتوب عليه مرسوم عليه بالانجليزي. انت اللي ربيته كده من صغره، قعد قدام التلفزيون وشاف الكرتون وسمع الكرتون على الاقل، ده انا بقول ان ما شافش حاجات وحشه، فشري بالباطل فضيع الحق. نحن امه اصيله، نحن اولاد اصول، لنا في الحق اصول، نحن امه سندها متصل، نحن امه لها اصول من نبيها ومن دينها. إذا عدنا إلى أصولنا قامت لنا قائمة. ما احناش محتاجين نستورد من حد ضبط المواعيد. ضبط المواعيد ده إيه؟ أصوله عندنا احنا. ربنا ألزمك بخمس صلوات في اليوم، الظهر على 12 و7، صح كده؟ يبقى ضبط المواعيد جه منين؟ احنا ده مواعيدنا مظبوطة. الفجر على 5 و13 او 17 بالثانية في عز الليل، احنا مواعيدنا مظبوطة، احنا بتوع المواعيد المظبوطة. المسلمون اذا التزموا بدينهم، حفظ العهود، اتقان العمل، احنا بتوع اتقان العمل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا أن يتقن إتمام العمل، إحنا بتوع إتمام العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه. عايز إيه؟ كل أصول الأخلاق ومبادئها هي أصول الإسلام ومبادئه. إشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. أنا عايز لما أشوف واحد عاصي في الشارع، وأكتر حاجة تحزنك لما تشوف شباب صغير كده ومسك سيجارة، أو بنت صغيرة. ويا إخوة يا مسلمين، أنا بحبكم في الله، خايف عليكم. زمان كانت البنت بتفسد
وهي عندها 25 سنة. النهاردة الفساد وسنها 12 و13 سنة. بنتك، بنتك انت، بنتك او اختك او بنت اخوك او بنت اختك او بنت عمتك، بنت خالتك، بنت اخوك، هكون بنت مين يعني؟ البنت دي لو ما استطعتش انك تهديها سبيل الرشاد هتوديك جهنم. هتيجي يوم القيامة على القنطرة وتقول لك يا رب دخلوا جهنم قبلية، هو شافني وما قاليش. يا رب انا قلت لها، تقول له يا رب لا ده قال لي كده وكده، لا هو كان يقدر يكسر رقبتي. اشفاق على الخليقة، انا عايز اشفق على الناس، العطف على حماقات الناس. الناس اللي بتضيع نفسها وعايزة تروح جهنم دي، سيدنا النبي علمك قال ايه؟ فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلبونني وتتقحمون فيه. اخذ بحجزكم، الحجزة اللي هي موضع رباط الوسط، الحزام، لا حزام الوسط. ها الرسول ماسكك من وسطك كده وحضنك، تعال ريح فين، ما تضيعش نفسك وتقول سيبني انا لازم ادخل جهنم، سيبني انت. اعمل كده، اشبط في الناس، امسكهم من وسطهم، حافظ عليهم، ادعوهم. لو كل واحد مننا انقذ بيته، زوجته، ولاده، ابوه وامه، اخوه وأخته، عمته وخالته وولادهم، صلح أمر الأمة كلها، صح ولا لا؟ كل واحد منا بس يقوم بدول بس، ملوش دعوة بالحاجة دي، مش عايزين منك أكتر من دول. ثم الدرجة الثانية من الإشفاق، ولا أنا طولت عليكم كده؟ طب صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. إشفاق على الوقت أن يضيع في غير مصلحة، وإشفاق على القلب أن يزاحمه عارض شرك، وإشفاق على اليقين أن يداخله تعلق بسبب. كلام كبير صح؟ وانتوا فاهمين خلاص صح؟ يا راجل طب صلي، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إشفاق على الوقت أن يضيع في غير مصلحة. سبحان الله العظيم، الوقت ده عمرك هو رأس مالك. شوف لما قال رجل لأحد السلف قف أكلمك، قف أكلمك، قال أمسك الشمس. قال له طب وقف الوقت وأنا أكلمك، ما عنديش وقت، ما فيش وقت. هي دي الوقت، الوقت هو العمر، والعمر رأس المال، ورأس المال ثمن الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. تمن الجنة، انت هتشتري الجنة بايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. لو عمرك ضاع، ضاعت الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قل سبحان الله وبحمده. وفي رواية من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خدت ثانية، لا إله إلا الله، ما فيش عقرب ثوانيين، لا إله إلا الله تاخد ثانية، سبحان الله وبحمده تاخد ثانية. طب الثانية بنخلة، لما تكلمني مكالمة 5 دقايق يبقى ضيعت علي كم نخلة؟ 65 ب300 نخلة.
يبقى مكالمتك واقف عليا بخسارة، خسارة الوقت ده، خسارة صح ولا لا؟ فلذلك الإنسان بيبقى مشفق على الوقت، يجي يقول لك بعد إذنك عم الشيخ أنا عايز أقعد معك ساعة بس، اديني ساعة. ساعة يا راجل، ساعة، الساعة دي تعمل فيها حاجات كتير. عشان كده بقول الناس اللي بتنام كتير أشفق، أشفق على الوقت اللي بيضيع في النوم ده، أشفق على الوقت اللي بيضيع في 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 غفلة، أشفق على الوقت اللي بيضيع في كلام فارغ، قاعد بيتفرج على ماتش كورة ساعتين 120 دقيقة 7200 ثانية، حرام، لا يجوز الوقت ده يضيع بالشكل ده، خسارة. طب ما السبيل لحفظ الوقت؟ تنظيم الوقت. أنا قلت لك قبل كده عم الشيخ بعد إذنك، يعني أنا مكسوف من المشايخ والكبار اللي قاعدين وحاضرين معنا النهاردة، طبعا هم عارفين الكلام ده كله وسايبيننا أنا كده أخبط، سامحوني والله يا مشايخ، سامحوني يا مشايخ. تجيب ورقة زي دي وتسطرها مربعات، تعملها 96 مربع، أنت يعني بتديني حاجة زخنة كوبا عليهم. إيه الإخلاص ده يا أخي؟ أنا لازم 110. صلي على الرسول، صلي، زيد النبي صلاة. أنا عايز الليلادي كل واحد منكم يعمل الشغلانة دي، يجيب ورقة ويسطرها كده 96 مربع، 96 مربع، اليوم 24 ساعة، 24 في 4 ب 96، يعني كل مربع من دول ربع ساعة. أبدأ من الساعة 5 قبل الفجر، من 5 ل 5 وربع، 5 وربع ل 5 ونص، 5 ونص ل 6 إلا ربع، 6 إلا ربع ل 6، كله كده، كل مربع من دول إيه؟ ربع ساعة، وأكتب في الربع ساعة ده أنا هعمل إيه؟ من 5 ل 5 وربع ركعتين، و100 استغفارة. قول لي 100 استغفارة يكفي ربع ساعة؟ يا غلبان. أنا قلت القصة دي قبل كده، كنت رحت أعمل أشعة، اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. فقلت لهم الأشعة دي هتاخد قد إيه؟ قالوا لي ربع ساعة. قلت طب ما تخلينا إيه؟ نقول الحمد لله في الربع ساعة دي وهم شغالين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تصور انت في ربع ساعة طلع كم حمد؟ 1000 الحمد لله في ربع ساعة، 1000 استغفر الله ربع ساعة، 1000 لا إله إلا الله في ربع ساعة، 1000 سبحان الله في ربع ساعة. ما تزعلش مني يا فتوة، انت قل لي ربع ساعة بتعمل ايه فيها في الدنيا؟ ربع ساعة لازمتها ايه في حياة المسلمين النهاردة؟ ها؟ بالله عليك مش بتضيع في مكالمة تليفون؟ بعد ما نصلي بتخرج تقف قدام الباب تتكلم مع واحد بيضيع ربع ساعة؟ ربع ساعة دي اي كلام، ومع ذلك تقدر تعمل فيها حاجات كتير جدا جدا. ربع ساعة تقدر تقرأ فيها نصف جزء من القرآن بتروي، نصف جزء. عشان كده بقول اللي عايز يختم كل أسبوع هات منه، هات منه، جزاك الله خير. اللي عايز يختم القرآن كل أسبوع مرة يقرأ 5 أجزاء في اليوم ببساطة بسهولة جدا، نصف جزء قبل أذان ونصف جزء بعد الصلاة، كل صلاة فريضة ادخل المسجد قبل الأذان بربع ساعة اقرأ نصف جزء قرآن، بعد ما تخلص صلاة قبل ما تخرج من المسجد اقرأ نصف جزء، يبقى كده جزء 5 أجزاء في الخمس صلوات، يبقى انت كده هتختم كل أسبوع بمنتهى السهولة ببساطة. تنظيم الوقت احنا محتاجين، احنا معلش أنا آسف، في زماننا ده هرجلة، زمن اللخبطة، عايشين
كيفما اتفق وخلاص. اللي عايز ينجو عايز يدخل الجنة لازم يبقى له منهج. أنا هقرأ النهاردة جزء قرآن، مش هقول لك خمسة، جزء. الجزء ده تقرأ إمتى؟ نصف جزء الصبح ونصف جزء بالليل، ماشي، واضرب على كده. حط بقى في الليل ربع دي هتقرأ القرآن إمتى وتستغفر إمتى وتصلي على النبي إمتى وتأدي الصلاة إمتى وفين. رتب جدولك، تعال آخر النهار بص حاسب نفسك على الجدول انت عملت ايه، نسبة النجاح كم في المية في تطبيق الجدول اللي انت عملته. هاتي عمل حاجات على طول. جزاكم الله خير. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. حاسب انت حققت 20% من الجدول، ما يجرس حاجة، ما يجرس حاجة، مش مشكلة. جاهد بكرة حققت كم؟ 10%، معلش كان عندي ظروف النهارده، برضه ما يجرس حاجة. جاهد تاني، ثالث يوم، رابع يوم، بعد شهر 50%، ما يجرس حاجة. القلوب غرقانة في حاجات كتير قوي اليومين دول، صح ولا لا؟ اللهم أنجي قلوبنا، طهر قلوبنا، أصلح قلوبنا يا رب. بنقول إيه؟ إنك لازم تشفق على قلبك الغرقان ده. أنا عايز قلبك يصعب عليك. فلذلك لما بقول لك إشفاق على القلب أن يزاحمه عارض، أشفق على قلبك يا أخي، قلبك اللي مليان بحب ربنا إنه يدخله حد تاني، مرة، فلوس، شهوة، إيه اللي ينفع يدخل قلبك مع ربنا؟ الأخيرة على اليقين أن يداخله سبب. أفتكر دي عايزة قاعدة. لا صلي على النبي بقى، صلى الله عليه وسلم. كفاية كده الليلة دي، وأنا بحبكم في الله، بس يقينك النهاردة الناس اللي بيخوفونا من الشريعة يقول لك يعني أنتوا دلوقتي ربنا يقدر يوكل الناس اللي شغالين في السياحة؟ ربنا يقدر يوكلهم؟ يقدر يعني؟ يعني ربنا عنده رزق يقدر يوكلهم ولا ما يقدرش؟ قال لا، يعني لو 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 قطعونا عملهم قطع اقتصادية وشدوا علينا لو احنا اخترنا المسلمين كده، يعني ربنا يقدر ينصفنا ونقف على رجلينا ونبقى كويسين؟ يقدر. احذر على اليقين ان يداخله سبب. سبب ايه يا ابني؟ اوعى تفكر ان العربية التاكسي اللي انت شغال عليه هي اللي بتوكلك. اوعى تفكر المصنع اللي شغال فيه هو اللي بيفتح البيت. اوعى تفكر الدكان اللي بيصرف عليك وعلى اولادك. الله هو الرزاق. خلي بالك ان اليقين في الله اوعى يهتز. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، امنوا واتقوا، فتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لو حكموا الشريعة، قال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ده ربنا هيرزقك من تحت رجليك، بس آمن يا أخي، آمن. لو آمنت واتقيت اطمن. اوعى تتعلق بالأسباب، اوعى تفكر إن الأسباب دي هي اللي بترزق. اوعى تفكر ان الاسباب دي هي اللي بتنصر. انا بقول لكم النهارده ان احنا بقالنا 15 سنه مش عارفين ندخل الجامع ده، ها؟ ربنا جابها من عنده هو. يعني ما تزعلوش مني، هم كانوا الناس اللي عملوها دول قالوا رجعوا الدعاء؟ ما قالوش، ده جات من عند ربنا. حدش يقدر يمن علينا ولا يقول ان احنا السبب. لا لا لا، انتوا مش سبب، انتوا طلبتوها الناس. ده اللي مكننا منها الله وحده بدون أسباب جل جلاله. فاوعى يتعلق قلبك بالأسباب. ربنا أرانا الآيات. الرجل عنده 70 مليار، عملوا له إيه؟ ولا حاجة. السلطة والعزوة والقوات بمئات الآلاف، عملوا له إيه؟ يبقى ما فيش أسباب. لا في أسباب، آسف، في أسباب
ونأخذ بالأسباب الشرعية، ولا يتعلق قلبنا بها، يتعلق قلبنا بالله مسبب الأسباب، والذي يأتي بنتائج الأسباب هو وحده سبحانه وتعالى. أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم. يسير القلب يرتحل وتحدو حدوه المقل، ويعالو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجزي. سبيد تي في شوب، اتصل على 3 7